استقال رئيس مجلس إدارة شركة تويتر ومؤسسها أمس بعد نحو 16 عاماً قضاها في تطوير الموقع وتعزيزه ليتبوأ مركزاً هاماً بين مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، متميزاً في جذب كبار رجال السياسة والأدب والرياضة والمؤسسات الحكومية المختلفة، إضافة إلى الناشطين الذين لعبوا دوراً هاماً في تغيير مسارات دول وأنظمة كبرى. الاستقالة كانت مفاجئة للجميع، حتى بالنسبة للأسواق المالية فوجئت بأمر الاستقالة، مما دفعها إلى تعليق التداول بسهم تويتر على وقع الأنباء الصادمة التي أثرت في السهم لتصل قيمته إلى نحو 45 دولارا. لكن ما هي الأسباب التي دفعت جيك دورسي إلى اتخاذ هذا القرار؟ دورسي نشرت بيانا طويلا يوضح فيه الأسباب التي قال بشأنها إن الشركة أصبحت جاهزة لتجاوز حقبة المؤسسين كما وصفها، مقدما بذلك مصلحة الشركة على مصلحته الشخصية كما ذكر في البيان، الذي كما سبق أن ذكرنا كان مفاجئا للبعض، بينما لم يكن كذلك لمن تابع جيك دورسي بالفعل منذ سنوات. دعونا نتابع لربما أين هذا هو البيان، لبما نحاول أن نجد، هذه هي صورة البيان. طيب، إذن فالرجل كان دائم الحديث في خطاباته ورسائله بالمنتديات المختلفة عن رؤيته للإدارة، ونظريته الدائمة كانت بأن الشركة التي تفشل برحيل رئيسها التنفيذي هي شركة فاشلة أصلاً، وهي نقطة دائمة الإثارة للجدل بين أبرز اليوتيوبرز والمنظرين في علم الإدارة. فالبعض يرى أن العمل ينجح دون وقوف صاحب العمل ومؤسسه على دق التفاصيل فيه لكون المال ماله وهو الأحرص عليه من الآخرين، فيما يرى قسم آخر بأن هذا التصرف أناني ولا ينتج عنه أي تطور للشركات، فهو يقدم مصلحة المؤسسين على مصلحة المستثمرين في هذه الشركة. لنقرأ وإياكم أبرز التعليقات والتغريدات التي جاءت على هذا الموضوع والتي كتبت على تويتر. دعونا نبدأ من سامر الذي كتب في هذه التغريدة: شخص عنده منطق جميل بصراحة، ويريد باقي الرؤساء التنفيذيين بالشركات الكبيرة يتعلموا. أما عاهد فكتب: ما في حد بيخاف على شغله وشركته أكثر من صاحب الشركة نفسها، خاصة إذا كان هو أكبر المتضررين في حال خسرت الشركة، أما الموظفين فما بيهتموا. أخيرا سلمى كتبت في هذه التغريدة: جيك دورسي إنسان جريء ودائما متقدم على أبناء جيله بمثل هذه الأمور، نعم على المدير ترك شركته تعمل بدونه، كما على الأب ترك أبنائه يعيشون حياتهم بدونه، الأمران متشابهان إلى حد كبير. هل الأمر كذلك؟ دعونا نطرح كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى على ضيفنا، ينضم إلينا الآن من دبي ريادي في مجال الأعمال والمرشد على التواصل الاجتماعي فادي المعايطة. سيد فادي أهلا بك معنا. بداية أود أن نستمع إلى تعليقك على ما جاء في هذا البيان الذي نشره جيك دورسي، ربما بشكل أو بآخر يتحدث فيه عن أسباب الاستقالة. هل فعلا يجب أن يترك صاحب الشركة للشركة لكي ربما يتم إدارتها من دونه؟ نعم، شكرا للضيفة الكريمة. طبعا أنا بالنسبة لي للقرار هذا عبارة عن رسالة رائعة قدمها مؤسس شركة تويتر للعديد من القياديين المدراء رؤساء الشركات، أنه نقطة قوة أي شركة أو مؤسسة لا تكمن بشخص واحد. في كثير للأسف مصطلح خاطئ عند الكثير من القياديين، أنه القوة الموجودة عندي وضعف الفريق هو بيعطيني استمرارية أو بيعطيني ثبات لوظيفتي، ولكن هذا مفهوم خاطئ وخلينا نحكي مفهوم عفى عليه الزمن. الإدارات الحديثة بتعتمد على قوة الفريق وقوة المؤسسة بشكل متكامل. الإدارات الحديثة بتعتمد أنه خلينا نحكي المدير أو المؤسس أو القائد الموجود في الشركة من صفاته أهم أو أهمها أنه يعطي المساحة للموظفين أو الدوائر المختلفة تشتغل مع بعض، يزيد من صلاحياتهم، يوفر بيئة العمل. وأعتقد يعني القرار اللي اتخذه مؤسس شركة تويتر كمثال أنه بنى خلينا نحكي قيادات داخل شركته تعمل مع بعضها البعض بشكل متناسق، فهاي ثقة كبيرة منه أنه أو رسالة منه أعطاها للكثير من أصحاب القرار في مؤسسات عديدة. طيب، يعني من سياق إجابتك فادي أرى بأنك تؤيد بشكل كبير ما قام به جيك دورسي، ولكن أنت أيضا
ربما هذا ليس سر، ولكن أنت أيضا يعني في مجال الأعمال ورجل أعمال ولديك الشركة وشركات حتى، ما هي ربما أو دعنا نقول ربما الاستراتيجية التي تتبعها أنت؟ هل أنت أيضا تعطي المجال للموظفين أو ربما لقيادات أخرى في الشركة بالإدارة؟ أكيد، يعني هو زي ما حكيت، يعني كمجال عملي عندي عدة قيادات أو عدة خلينا نحكي أشخاص يلي بعطيهم المساحة الكاملة ليعملوا، لأنه بالنهاية أنا وظيفتي كمؤسس أو كقائد لشركة معينة أو كرئيس لشركة معينة، مش وظيفتي إني أعمل شغل موظفيني، وظيفتي إني أوفر لهم البيئة الصحيحة يلي هم يعملوا وظيفتهم، لأنه ما في شخص مهما كان ذكاءه وصل غير عالم بكل جميع أمور المالية، بكل جميع أمور اللوجستية، الموارد البشرية، التصوير. بس اسمح لي فادي، اعذرنا على المقاطعة، الموضوع يختلف، ولكن القرارات صحيح، هناك كل شخص يجب أن يقوم بوظيفته، مالي، إداري وما إلى ذلك، قانوني، ولكن أنت كمدير للشركة في نهاية المطاف هناك قرارات تتخذها أنت، أليس كذلك؟ صح، لكن المدير الناجح أنا برأيي أو الرئيس الناجح هو اللي بيستمع للقياديين الموجودين عنده في الشركة. الشخص اللي بيحط نفسه في صندوق، بالنهاية أنت عم بتبيع سلعة للمستهلكين، ما عم بتبيع سلعة لنفسك كصاحب هاي الشركة. التنوع والدايفرسيتي بالآراء وسماع خلينا نحكي الفريق اللي بيشتغل معك وحتى الإدارات الوسطى والإدارات الأخرى، موظفين موجودين، هذا مهم جدا بتكوين الشركة استراتيجية. بعطيكي مثال بسيط جدا جدا على هذا الفكر أو المفهوم للإخوة اللي بيشاهدوكم. فريق كرة القدم، ممكن يكون عندك مدرب أو قيادي لهذا الفريق رائع جدا من ناحية الاستراتيجيات، وضع الخطط، يعني عنده أفضل فكر كروي، لكن ما بيركز على تطوير خلينا نقول مهارات الفريق الموجودة، اللياقة البدنية، المهارات الكروية التقنية، هذا أكيد فريق ما رح ينجح، رح يتعب بنص المباراة. والعكس صحيح، لو كان في فريق مليء بالنجوم وعندهم كل المهارات وكل القوة البدنية، لكن ما كان عندهم المدرب اللي بيحطهم ببيئة عمل أو بيئة لعب متكاملة إنهم يشتغلوا مع بعض، أكيد الفريق راح يخسر. فهذا بيتطلب كمان إعطاء الصلاحيات للموظفين أو للإداريين في الشركة، بيتطلب منهم كمان حجم عالي أو ليفل عالي من المسؤولية من طرفهم. بس تعرف فادي، ممكن أن يقول قائل بأن نحن نتحدث عن شركة تويتر، نتحدث عن جيك دورسي، يعني يستطيع ربما يعني أن يأخذ خطوة بعيدا عن الإدارة الآن ويعطي زمام الأمور لشخص آخر. وعلى فكرة من سيتولى الإدارة الآن شاب يبلغ من العمر 37 عاما، بالتالي حتى لو اتخذ قرارات غير صائبة وفقدت الشركة ربما عدة مليونات، لن يؤثر فيه نظرا لحجم الشركة، وبالتالي يستطيع أن يتخذ قرار كهذا. المؤسسات اللي وصلت حجم تويتر هي بتشتغل بشكل مؤسسي وشكل ممنهج، يعني هنالك بتلاقي في عندهم عبارة عن جيش من المحاميين، جيش من مختصين في الإدارات الحكومية، في الإدارات التقنية، التسويق، المبيعات، فالأوريدي انحط أو على أرض الواقع خلينا نحكي نظم معينة لتمشي الشركة بنفسها وتضمن الاستمرارية. ما في شركة بتقوم على شخص واحد، موضوع اتخاذ القرار هذا بتم بعملية فلترة من خلينا نحكي بوتوم اب، من الأسفل للأعلى هو بالعكس. فموضوع أنه شخص تقوم على شخص واحد هذا مفهوم خاطئ، وخاطئ بامتياز بالنسبة لي كرأيي الشخصي. لازم يكون في هنالك مؤسسية، ولازم يكون في هنالك نظام يتم الفلترة لا توصل للقرار الصحيح بحجم هاي الشركات مثل شركة تويتر. شكرا لك فادي المعايطة من دبي الريادي في مجال الأعمال والمرشد على التواصل الاجتماعي، شكرا لك على المشاركة معنا.